by the local police. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. اجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا إلهي، أجواء كبيرة جدا في مدينة مانشستر الإنجليزية، هنا في معقل مان يونايتد، ملعب أولد ترافورد أو كما يقال عنه مسرح الأحلام. And this is now today's lineup. Number 1 David De Gea. Number 19 Varane. Number 6 Lisandro Martinez. Number 20, Diogo Dalo. وركلة البداية، لوك شو، وترجع الكرة إلى الحارس. ديوغو دالوت، سانشيو عند المساحة الخالية على الطرف، ليفاندوفسكي، رافائيل فاران، لونج باس، كرة طويلة إلى الجناح، يلعب الكرة إلى الوراء، كريستيانو إريكسن، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة في وقت مبكر من المباراة، لكنه حاسم في أي وقت، يعرف متى يسجل، يعرف طريق المرمى، يعرف متى يظهر في مباراة كبيرة. لاعب من طينة الكبار، يخليك دائما في موقف أفضل من الدقائق الأولى. مانشستر يونايتد افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. برشلونة ينقل الكرة بشكل سريع ورائع، لمسة في المساحة الخالية، كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع، كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة، كان أنانية بعض الشيء. بيدري، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بيدري، برشلونة لديه جودة كبيرة في التمرير،
بيدري يتلقى الكرة، كرة عرضية ليفاندوفسكي، بعيدة تماما عن المرمى، كان يعرف بالتحديد ما يريد قبل حتى أن تصل الكرة. هذا سهل فرصة كثيرا، فقد توقع الكرة قبل أي مدافع، وهذه إمكانيات نجم بالتأكيد. فيران توريس، مرة ليفاندوفسكي، ردة فعل غير عادية من حارس المرمى، انظروا إليه كم تألق كثيرا في مباراة اليوم. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يسيطر على الكرة، ممتاز في التمرير، الكرة ملعوبة عرضية. راشفورد، بوسكيتس تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. يلعب كرة بينية، بيدري مع كرة بينية، تدخل غير عادي ويقطع الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل لديه، ها هي التسديدة، يسدد مرة أخرى، الكرة داخل الشباك، قناص أمام المرمى. يا لها من فرصة، يا لها من نهاية، هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل، تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. ليس متسللا هنا، كازيميرو، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، ينجح في إبعاد الكرة، بيكيب اقتربت صافرة نهاية الشوط الأول، أكيد هناك محاولات الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من كل طرف. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ديمبلي، هجمة مرتدة الآن، يعدي يمر في اتجاه المرمى، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. جوردي ألبا، يمر ويلعب كرة بينية، مارتينيز لمسة على اليسار، تمركز أهم صفة للمدافع، توقع ممتاز هنا، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. الآن إمكانية المرتدة، اعتراض في وقت مثالي، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين، ربما أكثر في شوط المباراة الثاني. Please watch the screen if you have a ticket. And there they are. Please welcome our players, everyone.
مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بوسكيتس يلعبها في الجهة المقابلة. إريكسن، برونو فرنانديز، سانشيو يحصل عليها، جوردي ألبا. كاسيميرو، دفاع صحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. والتسديد، برونو فرنانديز، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. برونو فرنانديز يعترف هنا بروعة هذا اللقاء، روح رياضية جميلة في الحقيقة. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. قراءة ممتازة وقطع للكرة. عدت الكرة، كريستيان إريكسن، لا تزال خطورة قائمة. أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. هدف سجل وبالتأكيد بهذا الخطأ الفادح. لمسة بينية، فرصة هجوم معاكس، بينية رائعة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ضربة رأسية، قرأ الموقف جيدا، عرف كيف يعمل بلوك المطلوب في الوقت المناسب حتى لا تمر الكرة إلى المرمى. ديونغ يلعب كرة على اليسار، فيران توريس يستقبلها في وضعية جيدة. روبرت ليفاندوفسكي، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. بيكيب يتدخل في الوقت المناسب، بينية جميلة. إريكسن يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. دي يونغ، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. Substitution in progress. تسديدة، يا له من تألق ويا له من حارس مرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. لن تسبب أي إزعاج الحارس. لو
لوكشو، لمسة على اليسار، يلعبها في المساحة، تدخل قوي ورائع بدون خطأ. بيلرين، ديمبلي، دفاع قوي جدا هنا. سانشيو يلعبها طولية، وتسلل آخر. لدينا تغيير جديد هنا. Substitution. بيكي يحاول تمريرها من بين المدافعين، الكرة تصل إليه. الله، ما أروع هذه اللعبة، ممتاز، يلعبها ببراعة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. برونو فرنانديز في الوقت المناسب يتدخل، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعبها على اليمين، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. دي يونغ، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فاتت ومرة، راشفورد، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم، ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. بيلرين يحاول أن يلعب كرة بينية أمام فرصة للتسجيل. فيران توريس، وينجح في تسجيل الهدف. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. After 90 minutes is number 11 Ferran Torres. يستمر اللعب ثانية، ولكن من الواضح أنهم لم يستسلموا بعد. بيلرين ديمبلي، وانتهى انتهى انتهى المشوار. شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص، براعة المهاجمين في ترجمتها، لذلك كانت المباراة كبيرة واستحقوا هذا الانتصار. راشفورد كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ.
شكرا سيداتي وسادتي على حسن المتابعة في أحداث مباراة اليوم، نلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة، إلى اللقاء.